التلات مداين يوم الفرح باين، التلات مداين يوم الفرح باين، باين من بعيد مدينة بورسعيد، باين من بعيد في مدينة بورسعيد، مفيش وسوس عليا نور جوه المداين، نور جوه المداين. نور السفينة سألني زي الأحوال، أنا قلت سعيد وبغني وبعلي الموال. نور السفينة سألني زي الأحوال، أنا قلت سعيد وبغني وبعلي الموال. لما السفينة قالت يا يا عبد العال، لما السفينة قالت يلا يا عبد العال، أنا خدت القارب تاني رجعت الخناة. الله 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 على الجمال وعلى الإبداع وعلى الروح كده. أنا حاسس إن في يعني روح مختلفة وجلسة موسيقية مختلفة. انا اتشرفت بحضراتكم جدا 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 والله، وسعيد ومبسوط ان انا شفت حضراتكم مستشفى. احنا اتشرفنا بيك والله استاذ محمد، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله يكون لينا زياره قريبه كده باذن الله قريب، ونقعد نسمع ونتسلطن للصبح. حاجه تعجبك؟ حاجه بسط. انا اصلا كنت عارف الاغنيه دي، فبالنسبه لي كانت حلوه. انا مبسوطين جدا جدا الحقيقه باليوم ده، وانا يمكن وانا جاي اسماعيليه كنت بفكر طول الوقت انه يا ترى هنلحق نشوف سمسميه ولا لا، نسمع سمسميه ولا لا، لانه من اكتر الحاجات اللي محتاجين نحافظ عليها كلنا كمصريين، يعني تراثنا الاصيل في الموسيقى بتاعتنا، في الهويه بتاعتنا، وده اللي كنا بنتكلم فيه النهارده، معنى الانتماء والمحبه، حب الوطن مش بس في الارض وفي المعالم وفي التاريخ الموجود على الجدران والحيطان، حب الوطن في فنه وفي تراثه وفي الحفاظ عليه. اتبسطت قوي قوي النهارده، انبسطت اني قابلت الاساتذه الكرام، وان انا كنت مع احمد الشهيد بمكرونه في الاسماعيليه. اهل الاسماعيليه احنا بنشكركم شكرا جزيلا على الاستضافه الجميله وعلى اليوم الرائع والجميل، واكيد في زياره تانية اسماعيليه لان احنا ما لحقناش نخلص فيها حاجه يعني من جمال اللي فيها.